قلبك ينبض بالحياة، إذا لازم يكون فيه أمل. الشغل عمره ما كان وظيفة وبس. الإنسان لو كسب الدنيا كلها وخسر نفسه يكون خسر كل شيء. يا خسارة الإنسان لما يصير وحش ويريد ياكل اللي حواليه. يا خسارة الإنسان لما يموت بداخله الإنسان ويتخلى عن إنسانيته. بغيت أقول إن الكل مقام مقال، والعاقل هو اللي يعرف متى يحب ومتى يكبح عواطفه ويطلقها في الوقت المناسب. السعادة في الرضا والقناعة يا أبوي، في الحب، في الخير، في الجمال، في التعاون. اللي يمشي ورا شيطان ويترك طريق الخير اللي كلها خير مسكين. أغرب رحلة في الدنيا هي رحلة الحياة يا راشد، رحلة ما فيها أي اختيار. انولد وما نكتب تاريخ ميلادنا بإيدينا لأننا عاجزين، ونموت وما نكتب تاريخ وفاتنا لأننا مفقودين. يا فاطمة، حياته هو حر فيها، أبوك ما صغير، وبعدين إيش فيها لما يتزوجها؟ وإنت ما قلت لي إن صحته ما تساعده، والحين عدت تقوم وتغير كلامك؟ مهما كان فالزواج من حقه، ما دام يشوف نفسه قادر. وبعدين الله يهديك، أنا ما قلت لك لا تقين. إيش بيكون موقفه لو أحرقتيه قدام خطيبته؟ ما ممكن يا سالم، ما ممكن. على الأقل لو ما أخذ واحدة في سنه كان ممكن، هذه أصغر منه.
ما يخالف ما دام انه شايف فيها صورة الزوجة المناسبة. يكفي انه افنى كل حياته علشانك، خلي يعيش حياته. سالم انت باغني اجن ولا ايش؟ مرة كذا ومرة كذا؟ انا ما اريد اشوفك في هذه الحالة من العصبية. فطوم يكفي انك حامي، الله يهديك اهدي. هذه ايش باغي من ابوي؟ اكيد باغي فلوسه. هذه انت قلتها، بس يا سالم انا ما بخليها تاخذ ولا ريال واحد. سالم انا بلغ التوكيل اللي عند ابوي وبسوي التوكيل باسمك. انت ايش تقولين؟ اي توكيل الله يهديك، بس يعني علشان تنقذين ابوك تخليني انا بصوره مشبوهه قدامه؟ لا 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 ارجوك، انا احسن اني اكلم عمي، ولا اقول لك انا بحاول اطلب منها انها تبتعد عنها. يا ريت يا سالم يا ريت. كل شيء تمام، الذكاء ان الواحد يستفيد من الظروف. الحمد لله على السلامة يا هند. أتمنى أن هذيل اليومين يكونوا ريحوا أعصابك شوية. هند وبعدين سيف، أرجوك لا تجلس تعاملني كذا وكأني طفلة، أرجوك. هند أنا أريد أساعدك. ما بهذه الطريقة. هند يا هند، أنا إذا ما كنت أوقف جنبك وأحسسك بوجودي في ظروف مثل هذه، إذا متى؟ سالم. سالم وإيش جاب سالم في السالفة الحين؟ سالم هو السبب. يا عزيزتي هذا مقدر ومكتوب. عمر الإنسان مكتوب في لوح القدر بالدقيقة والثانية. إيه أكيد تدافع عنه لأنك صديقة. لا تنسي أنه ولد عمش يا هند. ولد عمي مات وعمي مات، أنا مالي حد مالي حد. هند أرجوش، ما أريد هند الإنسان اللي حبيتها واللي تعلقت فيها واللي قلبها كله حب يكون مشحون بالحقد والكراهية. هو السبب إيه ولا لا؟ لو ما كان نهب وأحرج أبوي وضيع ثقة الناس فيه ما كان صار اللي صار. الأزمة القلبية هي اللي خلتها يموت، صح ولا لا؟ صحيح يا هند صحيح، بس أنت ليش تفكري في الأشياء اللي تضايقك واللي تخليش ما طايقة نفسك؟ ليش؟ لأن الدنيا صغيرة وأنا ما بسكت، واللي مثل سالم هذا لازم ياخذ جزاءه ولو كان الموت. هند انت ايش تقولي؟ لا تنسي انه جاء واعتذر ورجع الفلوس مرة ثانية يا هند. بعد ايش؟ بعد ما صار اللي صار؟ ارجوك لا تجلس تدافع عنه كذا. لو كنت ما قادر تنسى انه صديقك فانا ما بنسى انه عدوي، وعدوي اللدود بعد عن اذنك. وبعدين في هذه السالفة الظاهر انه ما في فايدة لمحاولاتي هذه ابدا، لكن الى متى؟ الظاهر انه ما في فايدة. يعني ايش؟ حاولت معاها لكن الظاهر انها داخل على طمع يا فاطمة. عشان تصدقني لما اقول لك اتكلمت معها، اتنازعت معاي وسوت لي سالفة. لا لا، وبعد هددتني قالت لي لو زودت كلمة واحدة رايح أخبر عمك. أنا اللي بكلم أبوي. لا 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 لا، الله يهديك انت جنيتي. أها وتكلمي عمي، الله يهديك بعدين يزعل ويقول بنتي ما تريد راحتي. يعني إذا إيش الرأي؟ شوفي أنت لا تكلمينه إلا لما يكلمك. إحنا بنحاول نسوي شيء من بعيد لبعيد، يعني من غير ما نحس. إيش نسوي؟ ولا أقول لك يا فاطمة، يعني مسكين ليش ما خليها راحته؟ ليش ندخل انفسنا بخصوصياته؟ يا سالم انت كل شويه في كلامه ترجع عنه. يا فاطمه ترى عمي الله يهديك في مقام ابوي، صدقيني والله والله عزه وقدره مثلك واكثر بعد. يا سالم نحن لازم نحميه من نفسه، الرجال في هذا السن لما يتعلق ببنت صغيره يضيع كل ماضيه وما يعرف هو ايش يسوي، ويوم ما يندم يكون كل شيء انتهى. نحن لازم نتصرف بسرعه وقبل الندم. يا سالم أرجوك ساعدني. يعني تريديني أساعدك الله يهديك وأخسر أبوك يا فاطمة؟ يعني أنت تساعده وما تقول لي؟ أنا؟ معقول الكلام هذا اللي تقولينه؟ خلاص 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 سكتي، أنت جرحتيني بكلامك هذا. بس أنا لازم أتصرف لازم. ما عليه، أتصرفي يا حبيبتي تصرفي، بس شوفي ها كله ولا سلفة إلغاء التوكيل هذه مهما كان هذا أبوك. هي نعم، ها ما قلت لي
ايش الاخبار يا سالم؟ الحمد لله طال عمرك، العمل ماشي مثل ما تحب واكثر بعد. جميل. عموما عليك متابعه كل شيء، اما عن اليوم فانا رايح بيت اولاد سعد. اولاد سعد؟ من هذول اولاد سعد طال عمرك؟ اولاد سعد بيت شيخه واخوانه، انا وعدتهم اني ازورهم اليوم. اي نعم 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 نعم. انت معزوم معهم اليوم ها؟ اي نعم. ايش رايك تجي معي؟ انا لا 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 لا، ارجوك عم ارجوك، انا ما اقدر اترك فطيم وحدها، ما كفايه يعني طول النهار بعيد عنها. زوج مثالي، تذكرني بايام شبابي. سلامتك سلامتك يا ابراهيم. ما تشوف شر ان شاء الله. اشرب هذا الدواء ان شاء الله يجيب فايده. تعبت من الدواء. ما علي استحمل. عافية ان شاء الله. الحمد لله. شفتي والدك يا جميل؟ كم مرة نطرش له رسائل عشان يجي وماشي، ما أدري بس متى بيجي، يمكن لما أموت. لا تقول هذا الكلام الحين يا إبراهيم، الحين الشيطان. يا خسارة يا سار، يا خسارة يا سار، أنا اللي تعبت وأنا اللي شقيت، أنا اللي ضيعت شبابي كله علشانك. ليش يا سالم ليش؟ قولي لي يا جميل، إذا الولد ما يوقف جنب أبوه في محنته في مرضه، متى بس بيوقف معاه؟ متى؟ عارف يا إبراهيم الله يهديك، إن عندنا مشاغل كثيرة. مشاغل كثيرة. الله يرحمك يا خلفان يا أخوي، الله يرحمك ويغمد روحك الجنة. خلفان لو كان عايش وعرف عن مرضي كان بيترك كل مشاغله ومشاكله وبيجي يشوفني. قلبي على ولدي انفطر وقلب ولدي علي حجر. لا تجلس تسوي في عمرك ذاك يا إبراهيم، أنت الحمد لله بخير. الأرض، الأرض يا جميل، الأشجار بتموت من بيرعاها، الأرض هي سندنا وقوتنا وقوتنا. الحمد لله على كل شيء يا إبراهيم. السلام عليكم خالتي الجميلة. وعليكم السلام ولدي، تفضل حياك. سلامتك الحاج إبراهيم، إن شاء الله بسلام. الله يسلمك يا ولدي يا مسعود، الله يسلمك. ايش اللي مرقدنك هني؟ روح حجرتك. تعبت من رقدي يا ولدي، تعبت من رقده. انا ما اريدك تشيل هم اي شيء ابدا، ارضك بعيوني ولا يهمك. كثر الله خيرك يا ولدي يا مسعود. يا ريت ولدي سالم كان مثلك. ما له داعي هذا الكلام الحين يا ابراهيم، الشكوى لغير الله مذله. خلينا اتكلم يا جميلة، خلينا اتكلم، يمكن لما اتكلم قلبي يرتاح. ليش هو سالم ما جاي يزورك؟ سالم مع ان عارف اني مريض وطرشنا له كم رسالة لكن ما جاء. الغايب حشته مع مثل ما يقولوا، وسالم ولدك مهما كان، وتأكد ما يأخر عنك إلا شيء كبير. الله يرضى عليك يا ولدي إن شاء الله،
أنا جالسة أقول له هذا الكلام بس هو ما راضي يسمع. إيش اللي أخر ولد عن أبوه في محنته؟ إيش اللي أخره؟ مرات أقول ولدي حال صلح، ومرات أقول اللي في طبع ما بيودر حتى ولو انقطع صبعه. ولدي قاسي قاسي يا جميلة. وبعدين معاك يا إبراهيم. صحيح، الحب والعطف والحنان أشياء لا تنباع ولا تشتر. صلي على نبيك يا حاج إبراهيم، إن شاء الله تقوم بالسلامة وتروح لأرضك تزرع وتحصد ويطلع محصولك أحسن وأجود محصول مثل كل سنة. الله يكبر بخاطرك يا ولدي يا مسعود، الله يكبر بخاطرك. مسعود صبرية وين؟ لا تمر ولا تسأل حتى، لا يكون بعدها زعلانة منك. صبرية؟ ايش فيها صبرية يا مسعود؟ تكلم انت، اضرب نفسك. ما يخالف، احب اسمعها منك. وبعدين انت ليش زعلان؟ وليش ترد عليك ذاك؟ انا ولا انت؟ ليش امورك مقلوبة يا مسعود؟ سألي نفسك. كل هذا عشان البذرة تطيح مرة او مرتين؟ يا رجال انا ما بيدي الحمل، ما يكبت بطني. كله منك انت. استغفر يا رجال، كل شيء بامر الله ونعمة بالله. اللهم لا اعتراض، بس الله ما يرضي تهلك نفسك وانت حامل رايحة وجاية عند الاستاذ مذاكرة وشغل بيت. كل شوية اريد انجح. ايش يعني نجاحك؟ ايش انا منتظر رافق لما تشتغلي؟ ايوه اظهر على حقيقتك، هو هذا الكلام؟ نسيت كلامك يا مسعود ولا تريدني اذكرك؟ انا ما نسيت شيء، انت اللي نسيت انك انت زوجة ونسيت تحافظي على الامومة اللي بيكرمك بيها ربنا. قلت لك 100 مرة سوي اللي تريدينه، بس حافظي على روحك. انت ولا كانك تسمعي وكانك قاصة تزعليني. اللي تسويه حرام حرام عليك. قول اللي تقول يا مسعود، انا بذاكر وبنجح واشوف انا ولا انت. اوه العيشة معاك نار وذجر. احسنت يا مسعود. وبعدين تعال، انت مو صار تسوي بدل حق ابراهيم؟ نعم، الحاج ابراهيم زوج خالتي مثل ما هو زوج خالتك، والرجال مريض. ولو احنا هذا البيت ما لازم ندخله. قولي عن نفسك، انا بدخل وبزورهم بعد. وبعدين ايش اللي صار يعني؟ الحاج ابراهيم في مقام ابوي. ولو كان مسعود، ولو كان. لا سهله فيها شيء، اكيد فيها شيء. سمعي يا بنت الناس، الزواج قسمه ونصيب، انتي من نصيبي وسالم خذ نصيبه. سالم؟ وايش قال سير سالم تو؟ انا اريد اعرف، انت تعلمت حبا في العلم ولا عنادا لسالم؟ اذا كنت تريد تعانديه فهذا موضوع اخر، والمساله تكون اللي اشتريته بالغالي ابيعها بالرخيص يا بنت الناس. وقلتها بهذه السهوله يا مسعود؟ اذا ليش تسوي اللي تسويه لما اروح بيت الحاج ابراهيم؟ ليش حاطه وجهك بوجهي كاني عدوك؟ عقلي يا بنت الناس وكل شيء له حدود. خلاص يا مسعود، ما دام اني هنت عليك وقلت هذا الكلام فانا الحمد لله ابوي وامي بعدهم عايشين. يعني ايش؟ يعني ما بجلسك بهذا البيت. على راحتك، سوي اللي تسوي. زين يا مسعود كذاك. ما ادري ليش تعذبني، ليش تقارني بسالم؟ عيشة تملل. اسمع يا مسعود، انا زوجتك يا مسعود، وعمر ما فكرت في غيرك. وسالم اللي تتكلم عنه انا اكرهه، اشوف الموت ولا اشوفه. اخترتك انت لانك تساوي سالم وامثاله 1000 مرة. بس انت الله يهديك، كل كلمة اقولها فسرها على هواك، وكأني الوحيدة اللي انخطبت لشخص وتزوجت شخص ثاني. صعب يا مسعود بعد كل هذه المدة انك ما تفهمني وما تقدر معزتي ليك. يا خسارة يا مسعود. صبرية انتظري، لا تتركيني يا الغالية. ما دام انك تعرفي تقول الكلام الحلو هذا، ليش ما سمعتيني اياه؟ ليش ما تحافظي على الرزق اللي اعطاك اياه ربك؟ ليش كل ساعة والثانية تنازعيني؟ ليش ما تسمعي كلامي؟ ليش؟ مساء الخير. مساء النور. تفضل ابوي تفضل. شكرا يا بنتي، انا مستعجل عندي موعد. ياه انا تاخرت، انا بنكم ابوي انت خارج.
اي نعم يا بنتي، سالم يعرف انا وين رايح وهو بيقول لك. اكيد مشوار مهم. طبعا يا فاطمه مشوار مهم وواجب ولازم عليه تروح. يلا مع السلامه. اوه هذا هو اعترف بنفسه. اما جريء العم ها؟ هو اعترف؟ ما سمعتي يقول لك مشوار مهم ولازم يروح له؟ المعنى واضح. حتى ما عطاني فرصه اساله هو هين رايح. مستعجل مستعجل. ما يريد يضيع وقت. بس بيني وبينك يا فاطمه الواحد يحضره، البنيه تستاهل. وبعدين معاك يا سالم، قل لي هو هين رايح. رايح عندهم البيت، اعتقد انه راح يقابل امها لان ابوها متوفي ترى. هو كان يريدني انا اروح معاه علشان بعدين اجي اكلمك عنها بهدوء واقنعك بيها. يعني المسألة أكيدة؟ 100%، لا 2000% بعد. أنا أبغى أروح أتأكد بنفسي. تعال معي، أنا أعرف بيتهم. السلام عليكم. السلام. كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ كيفك سمية؟ يبا كيف حالك حبوبة؟ بخير؟ ونس كيف حالك حبيبي؟ تعال 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 تعال. ايش اخباركم؟ بخيرين؟ يلا روح داخل. هي نفسها هي. علشان تتأكدين من كلامي بس يا حبيبتي، انت لازم تحافظي على اللي في بطنك. يلا ندخل البيت يلا. لا 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 لحد هني وبس، انا ما استغنى عنك. تروحين تدخلين عندهم داخل تسمعين كلمه جرحك مني ولا مني؟ لا انا ما ارضى. الله يخليك. انا متاكده انها طمعانه في فلوسه، متاكده. حبيبتي انت في ايش تفكري؟ سالم انا لازم امنع هذا الزواج وباي ثمن. يا عمري يا عمري، الزواج لا هو عيب ولا هو حرام، وكل شيء على سنة الله ورسوله. الانسان من حقه يتزوج وحده، هنتين ثلاث اربع، بس لازم يكون هناك في تكافؤ. لكن كونه يتزوج وحده في عمر بنته ونحن عارفين انها طمعانه في فلوسه، وانت اكدت لي هذا الشيء، اذا لازم اتصرف. زين قلبي ايش ناوية تسوين؟ سالم يا عيون سالم، انا قررت الغي التوكيل العام الخاص بابوي واسوي لك توكيل عام بكل شيء. حلو، اقول كملة الطبخة. أنا خلاص خلاص بجن، عقلي بيتوقف. الحقيقة أنا ما ألومها إنها تزعل على والدها. الأستاذ خلفان عزيز علينا كلنا وموته أثر فينا كلنا. أنا عارف يا قاسم عارف، الله يعلم إني على استعداد لأي شيء يرجع لي طبيعتها ويريح بالها. يا سلام على الحب. قاسم أنت مثل أخوي وأنا أشكي لك كل اللي في قلبي، إيش أسوي؟ ما في شيء أسرع من النسيان، والزمان كفيل بالنسيان. لولا نعمة الإنسان اللي وهبها الله للبشر كان كل الناس فيه هم وحزن. يا ريت تنسى، أنا عرضت عليها ترجع الشغل هنا لكنها رفضت. خلاص خليها على راحتها، وانت لا تجلس بين اللحظة والثانية تذكرها أنها حزينة ومتضايقة. لا، بهذه الطريقة تتضايق أكثر، وعلى رأي المثل تجي تكحلها تقلع لها عينها. خلاص خلاص، أنا قررت أني ما أفتح أي سالفة عن الماضي قدامها. خلاص إذن أنا متأكد أنها بتنسى. يا ريتها تنسى يا ريت. أي أرض يا أبوي الله يهديك، بس أنت قادر تشتغل يعني؟ بيعها أحسن لك. اسكت اسكت،
اياني واياك تنطقها على لسانك مره ثانيه. زين ليش عصبت كذي؟ تريدني ابيع حياتي؟ ابيع ارضي؟ ليش؟ وعلشان ايش؟ اللي يبيع ارضه مثل اللي يبيع نفسه. انا ما قلت شيء ما جالس تقول عليه. دام انك نطقتها بلسانك اذا بتكون موجود بداخلك في مخك. لا تسوي بنفسك كذي يا ابراهيم، صحتك. وبعدين انت تغيب وتغيب ولما تجي تزود عليه مرضه ادخل ابيع ارضك بدل لا تقول له اخذ اجازه واجي اشتغل في الارض بنفسي. ايوه يا امي، بس انا يا جميله يا جميله لا تحرجيه. اللي ما بيرعاها في الاول ما بيرعاها الحين. يا ابوي الزراعه، الزراعه هي حياتي وما ممكن ابيع ارضي وناسي مثلك، ما ممكن. طيب يا ابوي، طيب الحين ممكن تسمعني. اذا كنت قلت كلمه البيع وزعلتك فانا اسحبها. اهم شيء صحتك يا ابوي. انا يا ابوي والحمد لله الحين ريال غني. اسمعني، انت لازم تجي هناك معي مسقط وتتعالج. انا بتعالج هني مثل غيري، وارضي ما ببيعها وبسقيها بدموعي وعرقي ودمي حتى اخر نفس في عمري. خلاص خلاص، على راحتك. امي، هذا مبلغ مني لكم. جميله، ادي له فلوس يا جميله. ابوك ما يقبل الاحسان. ابوي انت ليش تردني؟ انا مهما سويت فانا ولدك. وعلشان انت ولدي انا عارف اللي بداخلك زين. خلاص خلاص، الظاهر لي مهما سويت بكون ناقص، لكني بثبت للكل اني ما ناقص. مع السلامه. عاقبنك كذاك؟ قبل لا يجيك انت بتجنى علشان تشوفه، ليش تقابله بعد هذه الغيبة كذاك؟ الله يهديه يا رب. فاطمة. ايوه ابوي. خير يا فاطمة؟ ليش دايما جالس لوحدك وسرحانة؟ ايش اللي صاير؟ تكلمي؟ الحمل تعب منك؟ لا يكوني زعلانة مع سالم. ما اعرف يا ابوي. ليش ما رحتي مع سالم البلد؟ ما بغيت. انتم متزعلين؟ ايش السالفة؟ أنا ما أدري، حتى سالم هذا اليومين أشوفه متغير، ما يواظب على الشغل، راح البلد من غير ما يقول لي. فاطمة، إيش السالفة؟ سامحني سامحني يا أبوي أرجوك سامحني. اللي صاير؟ أسامحها؟ على إيش أسامحها؟ قلت لك ما أريد أشتغل. أبوي والحمد لله ترك لي اللي يكفيني وما مخليني محتاجة. ومن متى كان الشغل علشان الفلوس يا هند؟ أنا قصدي قصدك إني أخرج من الحزن والعصبية اللي أنا فيها، صح؟ هند، أتمنى أشوفك على طبيعتك الأولية يا هند. عشان كذا أنا قررت على شيء مهم. خير يا هند؟ أنا قررت أكمل تعليمي وأخذ الماجستير والدكتوراه.
الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كيف الوالد والوالدة؟ مثل ما هما، ما راضين يتغيرون. راح تعكر دمي ورجعت. اها. سالم، انت ليش متغير؟ انا؟ ابدا. انا سالم ابراهيم مثل ما كنت، انا هو انا. الظاهر ان الحمل يصور لك اشياء غير موجودة. عقب ليش ما تروح الشغل؟ لا، الحقيقة انا جالس ادور لي على شغل ثاني. اتمنى ان يكون عندي مكتب مقاولات كبير، يكون الاول من نوعه ان شاء الله. الظاهر ان طموحك ما له حدود. وانت يزعلك ان زوجي يكون طموح؟ سالم يا عيون سالم، ما اعرف ليش الكلمة طالعة من لسانك بدون احساس وكأنها مجرد كلمة. فاطمة، انت تريد تنازعين ولا ايش علي؟ لا، انا باغي اصلح اللي انكسر. بمعنى وضحي، ترى انا هذه الايام فهمي على قدي. ابوي ما تزوج وخبرني عن موضوع شيخة وعرفني عليها بعد. شيء جميل. وبعدين؟ لازم ترجع كل شيء مثل ما كان. بمعنى؟ بمعنى ان التوكيل يرجع باسم ابوي، والتوكيل اللي عندك يلغى من بكره. تحلمين؟ تحلمين؟ هذا الكلام ما ينفع الحين، كل شيء يتغير يا زوجتي العزيزة. الحمد لله على السلامة يا ولدي. خير؟ ضحكونا معاكم؟ والله يا عمي بنتك قالت نكتة حلوة، تعتقد اني راح يرجع. أسألك يا عمي، حد يقول للزمان ارجع يا زمان؟ اسكت. ايش السالفة؟ لا ابدا يا ابوي، ما في شيء. الظاهر ان سالم مرتاح اكثر من لازم. وليش مرتاح؟ انت وابوك تعبتوني تعب، ارسم وارسم واخطط، والحمد لله الحمد لله في النهايه اللي بغيته صار. قلت لك اسكت. لا ما بسكت. ابوك لازم يعرف انه مجرد ضيف عندي هنا، كل شيء صار باسمي انا. انت ايش تقول؟ ولد، انا عمك. لا تقول ولد، بنتك لغت توكيلك وسوت لي توكيل بكل شيء. واخيرا اخيرا كشف قناعك. كيف قدر خدعك؟ كيف قدر خدعك من اخدامي؟ كيف؟ لازم من بكره، لازم نلغى التوكيل اللي عنده، لازم نلغى التوكيل اللي عنده. لا ما ممكن، لانه بموجب التوكيل اللي عندي انا بعت لنفسي جميع املاك زوجتي العزيزه. ايش؟ مستحيل؟ لا ما مستحيل، يعني الحين انت وبنتك مفلسين تماما، كل شيء باسم سالم ابراهيم. لا كيف قدرت تسوي كل هذا؟ انخدعت فيك.
كان مجرد كلام. أنا عاديت أبوي بسببك وضغطت عليه وأنت السبب. كيف تخدع الإنسان اللي فتح لك بيته وقلبه وزوجك بنته؟ كيف؟ سمعيني عويل الحريم هذا أنا ما يعجبني تراه. هدي أعصابك، روحي يبي لي كوب شاي. روحي، أنا ودي أشربك السم يا حقير. أها شوي شوي على روحك، شوي شوي، لا تعورين نفسك. انتهازي قبل. عموما أنا بقدر الحالة اللي أنت فيها وما برد عليك لأني مؤدب. طلقني طلقني، لكن أنا أعرف كيف أخذ حقي منك يا نص. بوديك المحكمة. كان غيرك أشطر يا حلوة، كان غيرك أشطر. التوكيل توكيلك وأنا تصرفت على أساسه. طلقني طلقني. حاضر. وأنا إيش أريد منك بعد؟ روحي وانتي. عمتي 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 عمتي. يلا نوديها المستشفى، هذه بلية ثانية بعد. حامل؟ هند انت حامل؟ ايوه يا سيف. الحمد لله. ها ايش قالك؟ مبروك بنت وولد. بنت ولد يعني سعيد وليلى. ها بشري. مبروك جايبة ولد. ولد خالد. وانت خالد وصل؟ الحمد لله. خالد ولدي مبروك، ألف ألف مبروك. أنا بصراحة ما مصدق. معقولة؟ معقولة خالد المدلل ياخذ الثانوية كذي ومن أول سنة؟ وليش لا يا أبوي؟ أنت لهذه الدرجة ما عندك ثقة في ولدك خالد؟ اسأل أمك. سيف مالك يا دكتورة؟ خير؟ أنا جالسة مازح مع ولدي، حرام يعني ممنوع؟ خلاص أبوي خلاص. مبروك يا خالد يا ولدي. شكرا يا أبوي، الله يبارك فيك. لكن يعني أنا بغيت أقول شيء يعني. يعني مبروك كذي حاف ما تنفع. يعني أنا أريد فلوس، أريد أخرج أشوف الدنيا أتمشى. يعني تمام تمام. شوف خذ يا حبيبي خذ. شكرا يا هند. كثرة الفلوس هذه ما منها فايدة. خليه يتمتع بوقته، خليه يشعر بطعم النجاح. طيب يا خالد، أعتقد بتقدم أوراقك في كلية الهندسة ما كذا؟ إن شاء الله، وبكون مهندس، مهندس كبير مثل أبوي. إن شاء الله إن شاء الله يا ولدي. في أيام علشان الواحد يتعلم ويدخل كلية الهندسة كان لازم يتعب يتعب ويشقى ويسافر الخارج، مصاريف مالها لا أول ولا آخر. أما الحين والحمد لله صار في عندنا جامعة السلطان قابوس اللي إمكانياتها ما تقل عن أي جامعة أخرى في العالم. يا خالد سيف، أنت كيف ناوي تحكي لنا قصة حياتك ولا إيش؟ بهاي الطريقة الوقت يضيع. وإيش فيها يا هند؟ خليه يسمع، خليه يشوف كيف إحنا تعبنا وشقينا لحد ما تعلمنا وخذينا شهاداتنا، كيف أنا بديت من الصفر لحد ما صرت صاحب أكبر مكتب مقاولات وهندسة. صح سيف. ولا لا يا هند؟ سيف يا هند، يا هند طريقهم مفروش بالورود. هذا هو جيل النهضة، النهضة اللي قامت علشان تريحهم. علشان كذي يا هند خالد وأمثاله من أبناء جيله لازم يحافظوا على مكاسبها. كل هذا واضح ومفهوم يا أبوي، يا أحسن أب في الدنيا كلها. ها والحين ممكن ألحق على أصدقائي؟ روح يا ولدي بس لا تتأخر. إن شاء الله، يلا مع السلامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. هند طريقتك هذه في تربية خالد ما عجبتني. يا سيف الولد بعد صغير، ما معقول نحمله فوق طاقته. خليه يعيش حياته بدون ما يتعقد. من غير ما يتعقد معاش انتي، لابد يعرف انه هناك التزام مفروض عليه
وان الحرية عمرها ما كانت فوضى يا هند، ولا المسألة بتضيع. سيف وبعدين معاك. خلاص خلاص ننهي النقاش، انا بروح المكتب. عن اذنك. ايوه، واي كلمة غيرها ما استحملها. انا خلاص كرهت نفسي. يعني ايش كرهت نفسك يا ولد؟ يعني علشان سقطت في الثانوية خلاص؟ خير يا طير، ايش اللي صار يعني؟ يا ابوي. وانتي علشان نجحت تريدين تعاقدين اخوك يا ليلى؟ يا ابوي تراك انت مدلعنا اكثر من اللازم. وايش فيها لما ادلعه؟ ما ولدي هو رجل البيت من بعدي، من بيخلفني غيره؟ من بيسمع كلامي غيره؟ يا ابوي انا تحت امرك. بصراحه النتيجه ظالمه في حقي. المدرسين المدرسين حاقدين علي، سقطوني مع اني متاكد اني مجاوب صح. الله اكبر، ويسقطوك في كل المواد يا سعيد. سكت انت، وبعدين انا اكلم ابوي. كنت اتمنى لو تنجح مثل اختك يا ولدي. شهادتك هي سلاحك اللي يحميك ضد غدر الزمن، لكن يا خساره. بس خلاص يكفي كلام في هذه السالفه يا فاطمه. لو سمحت لا تتكلم معي. اللي بيني وبينك انتهى من زمان. لو حبيت تتكلم تكلم مع اولادك وبس. الى متى بس؟ الى متى؟ الى اخر يوم من عمري. عاجبكم؟ عاجبكم تصرفاتكم معي؟ يا ابوي هذا خلاص شيء قديم، احنا تعودنا عليه خلاص. تراك انت السبب يا ابوي. نعم؟ ايش قلتي؟ اكيد طالع على امك ترست مخك خلاص. لا لا، انا اقول الحق والحقيقة. لما تسمعيه من طرف واحد وتعيشي فيه من طرف واحد وتحكمي عليه من طرف واحد يكون ظلم وتزييف، ما حقه حقيقة. اوه وبعدين معاكم ذي السالفة؟ يعني ليل نهار ذي السالفة؟ ما معقول كذا عاد؟ لا لا يا ولدي، لا تزعل نفسك ابدا. انت لازم تسمعني، تكون صوره مني. انا مستعد اسفرك العالم كله علشان تنسى سالفه السقوط هذه. لا يا ابوي، انا بروح البلد عند الجده جميله لان فعلا اشتقت لها. جدتك؟ والله فيك الخير يا سعيد، جدك الله يرحمه كان يتمنى أبوك يكون مهندس زراعي قبل لا يموت. قال يا ريت لو سعيد يحقق لي هذه الأمنية. وأنا إن شاء الله يا الجدة بحقق لجدي اللي كان يتمناه. أنا فعلا أحب هذا المكان، أحب الطبيعة وأحب الأرض وأحب أعيش هنا طول عمري. بس أبوك ما بيوافق لأنه يريدك مثله. وممكن هذا اللي خلاني أسقط. الجدة أنا عندي سؤال أسألش. اسأل يا ولدي. أنت الحين ليش تشتغلي وأبوي عنده فلوس كثيرة؟ هي هي يا سعيد، جدك الله يرحمه قبل لا يموت وصاني بشيئين. أول شيء أني ما أفرط في هذه الأرض، والحمد لله الأرض راعيها مسعود. مسعود؟ قصد العم مسعود أبو هدى؟ إيه سالفة هدى بعد؟ ماشي ماشي، بس أنا اللي عرفه أن عندهم بنت سماها هدى، لكن الجدة هي ما تقبلنا. هي تقرب لنا يا ولدي. نعم إحنا يا ولدي كلنا أهل، بس صبرية أم هدى من زمان ما تدخل هذا البيت. بس هدى وأبوها مسعود ما مقصرين. زين وليش أمها صبرية ما تزورش؟ والله يا ولدي إيش أقول لك، هاي سالفة قديمة. من زمان كان أبوك خاطبنها، لكن عاد ما صار نصيب. أكيد هي ماخضة على خاطرها من هذا الموضوع، ويمكن بعد شافت نفسها بعد ما تعلمت واشتغلت. زين انتي بعدش ما قلتي لي تراش
ليش تشتغلي؟ قدك الله يرحمه قال لي حتى لو ريال واحد ما تأخذي من عند سالم، وهذه هي وصيته. وبعدين الشغل ما عيب يا ولدي يا سعيد. زين، وليش جدي قال ليش ما تأخذ فلوس من أبوي؟ أنت تقوم طول النهار تسألني؟ روح طلع يا ولدي تمشي. أنت ما تقول إنك تحب الأرض؟ هي سير شوف أرض جدك، وأنا إن شاء الله بطبخ لك الغداء. على أمرش الجدة، على أمرش. لكن تعرفي أنا إيش أتمنى؟ إيش تتمنى؟ قول يا ولدي وأنا مستعدة أطبخ لك إياه. لا ما كذا، أنا ما قصد الأكل. أنا أتمنى أعيش هنا طول عمري، أذاكر وأنجح وأدخل كلية زراعة. بصراحة جو البيت هناك ما يريح، ما يساعد على المذاكرة. أبوي من صوب وأمي من صوب، وأنا أختي ليلى محتارين، ما عارف ما نسوي. لكن هنا عاد الهدوء والصفاء والراحة. أنا أحب هذا المكان كثير. هي بس أنت تحب من في هذا المكان؟ مبروك يا هدى يا بنتي، مبروك. الله يبارك فيك يا أبوي. شكرا. بصراحة أنت رفعتي راسي، من الأوائل على الثانوية. أكيد بتكون من الأوائل، ولا أنت كنت بغنى تنجح وبس؟ المهم أنها نجحت، والواجب عليك تباركي لها، ولا ما عندك وقت يا حضرة المفتشة. مسعود أنا ما أحب لهجة الصخرية هذه في كلامك. سامحين أبوي، سامحين الناس فيه. أمي أبوي إيش السالفة؟ إيش اللي مستوي؟ أمك طول عمرها كذي، تعليمها خلاها تتكبر على الكل وأولهم أنا، والعلم الحقيقي يعلم التواضع. إنزين ما دام إنك تعرف تتكلم كذي، ليش ما سعيت للعلم؟ خليت العلمك انتي، وانا تابعت الارض اللي من خيرها تعلمتي، وبجهدي وعرقي تعلمتي توظفتي، لو علموا بنتك بعد. والله عاد لولا كثره اولادك كنت انا اخذت الدكتوره بعد. لا حول ولا قوه الا بالله من هذه الانسانه، كل مالها وتدخل في موضوع، كل مالها وتدخل في موضوع. ضيعت علينا فرحتنا بهدى. ها هدوي بنتي، وين ناوي تدخلي من الكليات؟ ان شاء الله كليه التربيه يا ابوي. وليش ما تدخلي الطب ولا هندسه؟ أمي مثل ما تعرفي أنا نفسي أدخل كلية التربية عشان أكون مدرسة، لكن مجموعش كبير. صبرية، خلي البنت تأدي رسالتها، تتعلم وتعلم، تفيدها لبلدتها مثل ما استفادوا بعض الناس وهم كانوا أميين. مسعود وبعدين معك؟ أهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا ولد سعيد، تفضل. سعيد زارتنا البركة يا ولدي، هذه أول مرة تزورنا فيها، تفضل. مشكور يا عمي، مشكور. تفضل تفضل يا ولدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل تفضل تفضل. مشكور يا عمي مسعود، مشكور. بالحقيقة أنا أول ما قالت لي الجدة أن هدى نجحت قلت لك يا بارك. الله يبارك فيك يا سعيد. ها وأنت إيش سويت؟ إيش؟ ما عليه، بكرة بيعوض هالسنة، بكرة بيعوض هالسنة إن شاء الله. أنت إيش جايب منك هنا؟ أمي لازم تعرف إن وجودك هنا غير مرغوب فيه، وإن أنا. صبرية يكفي، لا تنسي إن هذا البيت بيتي، وسعيد ولد عز أصدقائي. إنزين ما دام إنك مصمم كذي أنا اللي بترك المكان، خذوا راحتكم. قدامك المطبخ. أنا آسف يا عمي، ما كنت أحب أن يصير بينكم سوء فهم، والسبب أنا الحين أستأذن. مبروك مرة ثانية يا هدى. الله يبارك فيك يا سعيد، وإن شاء الله تعوضها السنة الجاية أنت. إن شاء الله، ما أعتقد أني بسمح لنفسي بالرسوب مرة ثانية. يلا بترخصكم، مع السلامة. انتظر يا سعيد، ما يصير عاد تجي وتروح كذا بسرعة، تغدى معانا على الأقل، اشرب فنجان قهوة. ما مشكلة يا عمي، ما يخالف، مرة ثانية إن شاء الله، مرة ثانية. مع السلامة. عاجبنك اللي تسوي امك؟ واحد جاي يبارك ينطرد، وين صارت هذه؟